أنا مقيم في ألمانيا وكان عندي سؤالين فيما يتعلق بالسيارات. السؤال الأولاني، حضرتك تعرف إن في ألمانيا هنا في شركات كبيرة للسيارات زي مرسيدس وأوبل. الشركات دي بيبقى ليها بنوك خاصة بيها، البنوك دي مسؤولة عن بيع السيارات وإدارة المبيعات بتاعتها. هل يجوز شراء سيارات بالتقسيط من خلال هذه البنوك؟ البنوك لا تمتلك السلعة. هل البنوك دي وكيلة عن الشركات ولا ايه بالضبط؟ ما موقفها؟ لا، هو البنك اسمه مثلا، البنك اسمه بنك مرسيدس، هو مسؤول بس عن، لا يتعامل إلا في مبيعات سيارات مرسيدس داخل ألمانيا وفي جميع دول العالم. يعني هو وكيل عن شركة مرسيدس في البيع الله ولا؟ ينور عليك، هو مختص بس عن المعاملات المادية بالسيارات دي بس. لا، يعني هل هو يقرضك ويأخذ قرضك من الشركة الأم مع فائدة، أو هو وكيل عنها؟ هو إذا كان وكيلا عنها جاز، إذا كان يقرض ويأخذ الفلوس مع الزيادة من الشركة لا يجوز، أو منك. تمام. عندي سؤال تاني يا شيخ مصطفى. طب لو افترضنا ان انا رحت اشتري سيارة وقالوا لي ان السيارة دي عليها 0 فوائد، بس المعاملة هتتم من خلال البنك، يعني هيعطيني السيارة خلال 2 أو 3، هدفع مبلغ السيارة بدون فوائد بس الدفع من خلال البنك، لا بأس، هل المعاملة لا لا بأس؟ بأس، لا بأس. جزاك الله كل خير يا وياكم رب. وياكم، السلام عليكم.